حلقة الليلة غادي تعاودلي على لسان أخت صاحبة الحكاية نوال، لأنه صاحبة الحكاية بنفسها للأسف ما غاديش تقدر أنها تتكلم بلسانها، لأنه ببساطة فات الفوت على هذا الأمر بواحد الرفقة اللي هي سيئة اللي ضيعت لها حياتها وما يمكنش أنها ترجع للور. حكاية الليلة من واقع مجتمعنا المغربي. حكاية الليلة عبرة لهذوك المراهقات أو للبنات اللي غير حالين فمهم واللي كذبات عليهم أنا صاحبتك أنا حبيبتك كتثق بها وكتبعها حتى كتلقى راسها في حفرة ما منها هروب. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه، احوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك كيف العاده. خلينا ما نطولش عليكم اكثر، ما تنساونيش انكم تضغطوا على زر الاعجاب تحت لي ما يكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا نوال، عندي اختي اللي سميتها سناء. هاد اختي فاش كانت صغيره كانت شخصيتها ضعيفه ونيه وكتخاف. بابا كان فشها بزاف، كل نهار كل يومين كان تعطيها 20 درهم، وفي اخر السيمانه ولا في اخر ديال كل شهر كان كيخرجها كيشري لها المكياج. وهي كبرات ولفات هاد الشيء، ولفات الفلوس واللي بغاتها كانت تلقاها. اختي سناء فاش دارت 15 عام تعرفت على واحد البنت بهذا المعنى اللي كانت كطير، كل شيء في الحي تعرف بلي انها فليفله وكتخرج وكتمشي غير مع الدراري. غادي تتعرف على اختي سناء علما انه قرات معها في الابتدائي ولكن خرجت من القرايه في السادس. اختي سناء نجحت وطلعت للسابعه، اما ديك البنت صاحبتها فبدات كتلاقى بها في الاعداديه، كتديها كتخرجها مع الدراري. ها هما مشاو للبحر، ها هما مشاو للمدينه، ما كانوا تيخليو حتى زنقه الا وكانوا تيخيطوها بزوج. كانت اختي سناء كتغيب على المدرسه حيتاش كانت من نوع نتاع الريح الليجه يديها بهذا المعنى. فغادي يستمر هذا الوضع بحال هكا، واختي بدات كتخرج على السيطره ديالنا وكتنحرف حيتاش ديك صاحبتها بدات كتعلمها البلية، بدات كتعلمها العلاقات والخرج على الطريق، حيت كيف قلت لكم بلي انا وسناء شخصيتها ضعيفه ونيه بزاف. ماما ديما معها في نقاشات بلي انها تفرق ديك البنت، وخويا كان تيضربها باش انها تبعد عليها. كلشي في دارنا كان ضد ديك البنت اللي كانت رفيقه السوء. ماما ديما كانت كتمشي تبرى من موت ديك البنت باش انها تبعد بنتها على اختي، ولكن والو وبقاو مع بعضياتهم. حتى من السرقه ديك البنت كانت كتسرقها. المهم غادي تستمر العلاقه ديالهم لسنوات مع نفس التصرفات. بابا غادي يموت مسكين في 2013، وهنا اختي غادي تتعرف على واحد السيد اللي سميتو حميد، وتكونت ما بيناتهم علاقه. كان هو ساكن بوحدو في واحد البيت في واحد العماره اللي فيها غير الزوافريه وكان خدام. اختي سناء كانت كتمشي لعندو، وفي هذا الوقت اختي كانت يلاه تعلمت انها تكمي السجائر والشيشه عزكم الله، وطبعا هذا الشيء كله كانت كديرو بخبر حتى شي واحد. ايضا كانت ديما كتخاف لانه الخليل ديالها يشدها فبزز منها، فكانت ديما كتديني معاها حيت كنت صغر منها بشي 7 سنين 3 سنين، كانت عندي انا ذاك 11 12 سنه. كانت كل نهار كتديني معاها وكنت كنشوف شنو سيطر عليها، كانت تدير كل شيء قدامي وانا غير ساكته، ما كنتش اصلا كنبغي انني نفضحها حيت تنخاف اذا فضحتها غادي يجمعوني معاها وغادي يعاقبوني وغادي يقولوا لي بلي انه هادشي كله عارفاه وكنتي كتمشي معاها وكتشوفيها وساكتها وسترها، فحتى انت غادي تعاقبي معاها. داكشي باش فضلت انني نسكت. هذاك السيد كان شويه سلطوي نوعا ما، باغيها ليه وفي نفس الوقت كان باغي يخربها. واحد الميزه اللي كانت شويه زوينه فيه هي انه كان تيحاول باش انه يقطع ليها الكارو، ولكن ما عمره ما قدر. كان مثلا فاش كتبغي انها تخرج مع ديك البنت صاحبتها كان تيفرقها معها ولا تيقول لها عمرني ما نشوفك معها، ايوا الا غادي ندير ليك وغادي نفعل ليك، ولكن هي والو اللي فراسها فراسها. ديك البنت فاش شافت هاد حميد الخليل نتاع اختي سناء كيبغيها، والله اعلم واش بصح نيت كان تيبغيها، المهم كانت تشوف كيفاش علاقتهم بدات، فهي بدات كتجرها لجهتها اكثر وكانت كتخرجها مع دراري وحده اخرين باش حميد يسيق الخبر وينوض تفارق مع اختي. هو فاش كان تيعرف وكيمشي كيتلاقى باختي ولا اختي كانت كتمشي عنده كان تيعطيها قتله ديال العصا، كان تيضربها ماشي داك الضرب الخفيف لا على وجهها، ولكن كان ديما كتبان يديها ولا رجليها زرقاء. واحد النهار مشيت معاها وشي واحد غادي يوصل ليه الهضره بلي انه حيتاش كان حاط لي تجسس عليها، وصلوا ليه بلي انه اختي راه مع شي واحد، وانا كانت سدتني معاه انا داك باش انه ما يضربهاش. هو شنو دار؟ غادي نوض يعيط لها في التليفون وقال لها اجي لعندي راه موجد لك واحد الكادو.
جاها غير بالفن، هي بحال حسات وداتني معاها. دخلنا عنده البيت، شنو غادي يدير؟ كان بيت واحد اخر حدا بيتو اللي هو البيت نتاع صاحبه. قال لي عافاك خليني مع اختك واحد شويه، هاكي خدي البيسي وجلسي شويه غادي تجي عندك اختك. انا والو ما بغيتش انا نتفرق على اختي سناء، حتى هي بدات كتقول لي غير سيري ما تخافي والو انا غادي نجي نخلط عليك. مشيت دخلت لذاك البيت، شويه كنسمع الشحيط ديال الصمته ولا ما عرفتش شنو داك الشيء، وخرجت تنضرب في الباب وهو يحل لي. خرجت عندي اختي ومشينا. بقى عقله الوقيته اللي كنت كنضرب فيها الباب، خاف هو من شوها، دغيا بدا كيسكت فيها وكيحزرها، مسحات دموعها وخرجتني وهبطنا كنجريو باش حتى شي واحد ما يشوف شنو كاين ولا يسحب لشي واحد باللي انه راه هو شاد شي وحده كيتعدى عليها. المهم بقات الهضره كدور وماما عرفت هاد السيد، وصلت ليها الهضره وعرفت باللي انه اختي راه كتمشي لعندو، وبدات كتحبسها باش ما تبقاش تخرج. ولكن اختي انا ذاك كانت صافي تبلات، بدات كتكمي بالتخبيه وكتسخرني انا نجيب ليها الكارو عزكم الله. بدات رجعت تاني كتخرج مع الدراري بزاف، ورجعت علاقتها مع حميد. وهنا ماما غادي تمشي تهضر معاه وقالت لي بلي هذاك الدرب راكم شوهتوا فيه، وكلشي ولا عرف علاقه ديالكم مع بعضياتكم، وكلشي عارف بلي انك انت معاها وماشي بعيد بلي انه ولادي اللي هما خو، حتى هما يكونوا عارفين هذا الشيء. وانا غير جيت نقول لك اوليدي دابا اذا كاع وصلتهم الخبر يا ويلك منهم، راه يذبحوك ويشربوا من دمك. هو خاف وجاب اخواتاتو وجاو خطبوا اختي سناء، جاو تكلموا فيها وجابوا معاهم اللي قسم الله. غادي تستمر العلاقه ما بين اختي وما بين حميد على اساس باللي انه خطيبها، وخوتي كانوا عارفين بهذه العلاقه. كانت كتخرج معاه مره بطريقه اللي كانت باينه، ولكن كانت كتمشي عنده لبيته بلا خبرهم وبالتخبيه. انا ذاك ما بقيتش كنمشي معاها عنده، حيتاش اصلا ما كنتش تنحملو. تخيلوا معايا كانت عنده النمره ديالي وكان تيصوني عليا وتيقول لي غادي نصيفط لك الفلوس اجي لعندي، اقسم بالله العلي العظيم. وديك الساعه كان خاطبها كان تيصور لي الفلوس في الواتساب ويقول لي اجي عندي ونصيفط لك الشارج ولا نعطيك ولا نتهلا فيك وما تقولي لاختك والو. طمع فيا حتى انا ذاك انا كنت لاحظت في اختي بلي انها بدات كتمرض نوعا ما، ولكن ما كنتش كنبغي نقول. اذا قلتها لماما كتقول لي ما تقولي دابا، ما تقولي والو دابا، دابا يفكها سيدي ربي منه. هو ديك الساعه كان باغي غير يتفرق منها عن طريقي انا، باش هي تعرف بلي انه هو تيدور بيا ونقولها ليها وتولي ما باغاش. ولكن شوفوا شنو غادي يطرى. من بعد ما ولات كتجي عندنا للدار وفيها الاثار ديال الضرب وباينه بلي انها مضروبه، خوتي بداو كيتسائلوا علاش ضربك هاد خينا حميد، راكم عارفين اي اخ غادي يضربوا النفس على اختو. فخوتي ما كانوش عارفين فين هو ساكن، حيت كان تيجلس غير شي شهوره في بيت وكان كيتحول. علاش ولد الحرام كان كيتحول؟ اعتذر على هاد الكلام، باش حنا ما نعرفوش فين هو ساكن. اذا اختي وقعت ليها شي حاجه ما نقدروش نشدوه، غادي يستمر هاد الشيء كله لمده من الزمان. واحد النهار اختي خرجت في الليل وخويا ما عرفش واش سبعها ولا شافها، المهم مشات عند حميد بالليل، كانت غدا عنده البيت. وديك الوقيته اللي هي تلاقات به جا وقف عليهم خويا وعطاه قتله ديال العصا، وكان دايز واحد الدري انا داك سكران وكيسحب ليه بلي انه حميد هو اللي تيضرب في خويا، ولكن خويا هو اللي كان تيضرب في حميد. وهداك الدري كان شاد في يديه موس جاي قاصد حميد باغي باش انه يضربو. اختي فاش شاد داك الموس وبان بلي انه روح غادي طيح ديك الليله تخلعات وتاثرات، مشات كتجري طلعت على داك اللي سكران وعتقات حميد اللي كانت غادي تجي فيه الضربه. غادي تدخلوا الناس وفرقوهم، جات اختي وتبعها خويا اللي كان جاعر وبدا كيضربها على الراس، مع كان عصبي وكان متدين وما تيرضاش، فبدا كيضربها على راسها. ومن هنا بحيلة شي شويه تزعزعات، زائد الاعراض ديال المرض النفسي بدات كتبان عليها بالدارجه، كانت بدات كتسطى. يعني ابتداء من هذا الحدث اختي ما بقاتش طبيعيه. ماما بقات كتفك في خويا، وداز ديك الليله ما نعاودش لكم كانت أسوأ ليله عندنا. لغد لي اختي ما بقاتش كتواصل معاه، اختي مرضت لينا ولات عصبيه وكتهرس وكتعاير وكتخسر في الهضره وكدير اشياء اللي كانت كثيره وخايبه. غادي تبدا تاخذ دواء ديناها الطبيب النفساني باش انها تعالج، وتقريبا دازت شي اقل من شهر وغادي توصلنا الخبر بلي انه حميد راه نعس في الفراش وبلي راه مريض، ومنين ضربوا خويا حقد عليه وغادي ينوض ينتقم من خويا باختي سناء. اختي كانت كتمشي عنده بلا هواها وكانت تيشبع فيها سبان يا الفعله يا التركه، وغير من الحزام لتحت، وحتى من ماما كانت هي كيجبدها في الكلام. ماماك اللي كتايدك هي اللي كدير ليك وكتفعل ليك، وهي كانت بحيلة مطلمصه السيده، بحيلة ما كتقدرش تدافع ولا تجاوب، بحيلة دير ليها شي حاجه
حيث هو من واحد المنطقه او لا واحد الجهه بالضبط اللي كل شيء تيقول عليها بلي انه عامره غير بالمشعوذين، فهو كان مشعوذ. واللي اكد لنا هذا الكلام انه اختي كانت ديما كتلقى حجابات عندها في ساكها، كان كيسب فينا حنا وهي ساكته وما قادراش تدافع، فبدا كينتقم من اختي فانه كيبغي يتقرب منها اكثر. انا ما متاكداش واش كانت علاقه جنسيه من قبل ما بيناتهم، ولكن حتى لواحد النهار غادي نتاكدوا بلي انه كانت شي حاجه، على ما كتقول اختي سناء بلي انا واحد النهار دخلت عنده عادي جلسات وشربت داكشي اللي غادي يقدم ليها عصير، من بعد داخت شويه بدات كتحس بلي شي حاجه كتقرب منها، هنا هي غادي تغيب. بدا كيغتصبها اغتصاب كيف تيقولوا اللي كان غير كامل. اعتذر على هذا الشرح ولكن انا مضطره باش انكم تفهموا الاحداث اللي جايه. من بعد فاش بدات كتفيق كانت كتحس براسها بلي انه ماشي حتى له، وهو بقى داخل خارج في الهضره وهي ما داتش ما جابت. انا داك كانت مريضه، لقات اعزكم الله الدم في حوايجها وكتحس براسها بلي انها ماشي هي هذيك، فجات للدار وهي ساتره داكشي اللي وقع ما بينها وما بين راسها. مده من الزمان وانا تنسمع اختي كتبكي بالليل وكنوط لعندها وكنسولها مالك اختي سناء، حتى لواحد النهار غادي تعاود ليا كلشي. مشيت عند ماما وقلتها ليها، ماما ما ضرباتهاش حيتاش عرفتها بلي انا مريضه وبلي انها كتخرج وكتهرب لينا، فكانت كتوقع اي حاجه تقدر توقع ليها وبلي انا وشي نهار البنت غادي ترجع لينا مغتصبه. المهم ما كانتش ردات فعل، ماما داتها للسبيطار عند واحد الطبيبه اللي شافتها وقالت لها بلي انه بنتكم سناء راه غير مجروحه وبلي راه ما كاينلاش انكم تشوهوا راسكم. قالت لها ماما لا غادي ديري لينا بلي انها مغتصبه حيتاش بنتي مريضه وداك الوحش خاصو يتحاكم على هذا الشيء. فعلا الطبيبه كتبات وثيقه اللي فيها داكشي اللي شافت من محاوله اغتصاب. ماما جمعات لختي وريقاتها بلي انها مريضه نفسيا وبلي داكشي اللي وقع راه ماشي بخاطرها وبلي داك السيد تعدى عليها ودوخها ما عرفش شنو دار ليها، وراه فترات طويله وسنوات وهي معاه وخاطبها. انا غادي استدعوني عند البوليس لانه النقطه اللي شدت فيها هي انني كنت نمشي معها دائما لعنده. ماما داتني عند البوليس وقلت كاع الاقوال ديالي نفسهم اللي غادي نقولهم عند البوليس وعند وكيل الملك في المحكمه. كل مره كنت نمشي فوقت ما عيطوا عليها وكانوا تيخليوا القضيه مداوله حتى ما بقاوش محتاجيني وتاكدوا بلي انا وهذا الشيء بصح، غادي يمشيو يهزوه البوليس وداوه. ولكن من بعد سقنا الخبر بلي انه راه خرج. كيفاش خرج ما عرفناش، واش اختي دارت لي تنازل بلا خبرنا الله اعلم. سقنا الخبر بلي انه من بعد راه عايش حياته طبيعيه ولكن هارب، ما يقدر يقد حتى شي ورقه في المؤسسات الحكوميه، واذا مشى غادي يطلع لهم في السيستم بلي انه تيقلبوا عليه ريشيرشي. هاد حميد غادي يغبر لمده 3 سنين ووقت ما عيطوا ليه في الاستدعاء ما كانش تيحضر. المهم غادي يستمر الوضع بحال هكا وهي ما عرفتش كيفاش توصلت معاه ورجعت كدوي معاه، ولكن هاد المده اللي دازت دوزتها عذاب ودوزتها علينا، كانت كتمرض فيها وبهذا المعنى كانت كتحماق. اذا هي شربت دواها كتولي بخير، واذا هي حبساته ولا تقاد عليها وبقات معصبه راه كترجع كتمرض، وكيصعب علينا الحال ديالها وتيخصنا اننا نبقاو شادين لها غير الخاطر. كانت المعاناه اللي هي كثيره وما غاديش تكفيني حلقه باش انا نعاودها. ماما مسكينه كانت يوميا كتفيق كتصلي الفجر ولا كدير قيام الليل وكتبقى كدعي، كانت مسكينه كتهز وكتحط بالبكا وكدعي الله انه سناء تشافى وكدعي على حميد وعلى اي واحد كان سببها باش تولي في هذه الحاله. اختي من غير انها مرضت نفسيا من قبل كانت كتمشي حتى الليلات ديال قناوه وسطروا عليها بخط احمر عريض. البنات اللي كانوا كيمشيو لدوك الليالي كانوا دائما كيتاذوا من طرف الجن، عاد السحر اللي كان تيسحر لي هذاك حميد والحجابات اللي كان تيحطهم ليها ما بين حوايجها وساكها، داكشي كله تجمع عليها وتخلط، حتى الضعف ديال شخصيتها كلشي تجمع عليها. وفاش مرضات بدات كتقول بلي انكم كتفعلوا ليا وتديروا ليا وانا غير ساكته وكنتو كتحقروني، هكا كانت كتقول لينا. كلشي جمعات نهار مرضات بدات غير كتغوت، ولا بنادم في الدرب شاد لها غير الخاطر وحتى شي حد ما كان تيقدر انه يدوي معاها. ما بين المعاناه اللي معاشنا معاها كنا كنسدو عليها بالسوارت باش انها ما تخرجش. انا داك الشرجم ما كناش دايرين ليه الكرياج فكانت كتنقز منه، شحال من مره كانوا كيعاونوها الدراري كيتلقاو ليها لانه العلو ما بين الشرجم وما بين الارض شي 6 متر. شحال من مره كانت كتهبط النيت من الشرجم وما كان تيوقع ليها والو، كتبقى نازله وشاده في واحد البوطو اللي قريب لينا. في 2019 تقريبا قبل رمضان اختي سناء نسات حميد وتعرفت على شخص واحد اخر اللي حتى هو سميتو حميد، وشكلا كتقول لينا بلي انه كان زوين وكانت كتوري ليا تصوره في الواتساب وبلي ايضا كانت كتواصل معاه وكانت على علاقه به.
هاد حميد الثاني كان كيتشد في الحبس بزاف وعنده مشاكل كبيرة، كان بزناس، كانت كتمشي لعندو وكانت يستغلها جنسيا وهي ما كانتش بالوعي ديالها، كان كيشربها الخمر وكيعطيها باش انها تكمي حشيش عزكم الله اللي غادي يزيد يكمل على عقلها. هو ما كانش عارف بلي انها مريضه، هو معروف عليه انه البنت اللي دخلت معاه في علاقه كانت تزيدها انها تشرب معاه الخمر. اختي فاش بدات كتعلق به فبدات كدير ليه الخاطر، لدرجه انه كانت في رمضان كتمشي لعنده، كان مرفوع عليها القلم وما كتصومش اصلا رمضان لانه كان ممنوع عليها حيتاش كان خاصها تشرب دواها. حتى لواحد النهار غادي تحمل منه، وبما انها كانت غليوضه عمرنا ما كنا عرفنا بلي انها حامله. واحد جارتنا شافت وجهها شاحب وباينين فيها الاعراض وغير معصبه، هاد الملاحظات غادي تقولهم جارتنا لماما. ماما مشات كتجري بها الكلينيك ولقاتها فعلا بلي انها حامله وبلي عندها 4 شهور. ماما غادي تحبس لها هنا الدواء بصفه نهائيه. ما عرفش كيفاش صراحه استمر داك الحمل لمده 9 شهور، كيفاش اصلا داز ديك 6 شهور من نهار عرفنا وهي مريضه في أسوأ الحالات وفي اكفس الحالات. تضربات في الحمل وتعنفات في الحمل ديالها، كانت كتخرج تتبات في الزناقي والله اعلم فين كانت تتمشي. كانت ايضا كتلقى بولاد ديال الدرب في شي بلايص اللي الله اعلم حتى هما فين، واش حتى هما تجرؤوا عليها ولا ما عرفتش. المهم البنت ديما كانت كترجع حالتها حاله وحوايجها كلهم تراب، يا يعني اما الناس كانوا كيجيبوها لينا للدار ولا حنا اللي كنا كنخرجوا تنقلبوا عليها ولا كترجع بوحدها. انا ذاك كانت قاطعه الدواء ديالها حيت كان ممنوع عليها وهي حامله، والله تعرفوا المعاناه اللي دازوا على اختي حتى تبقى فيكم، انا عشتهم معاها حرفيا. اختي سناء وهي مريضه كانت كتشدني وكتزيرني لدرجه انا وغواتي كانوا كيسمعوه الجيران في الدرب، كنبقى كنغوت وكنقول وك وك عباد الله اعتقوني راه غادي تقتلني. ما كتعقلش شنو كدير، ما عاد يدير شربات الدواء ديالها اللي كانت يدوخها وكتنعس. وخويا تبارك الله اللي كان صحيح وقداشنا هو حتى هو كان كانت كتلح ليه على وجهه وكتبغي تضربو، وحد الجهد كان فيها بزاف. اما السجائر عزكم الله ما نعاودش لكم شحال كانت كتستهلك فيهم في النهار. كان غير واحد من مورا الاخر، اذا كنا بغيناها تسكت لينا كنا كنجيبوهم ليها، واذا بغينا اننا نبردوها باش تنعس كنا كنجيبوهم ليها. واحد من خوتي كان كيحط لها الفلوس في يديها غير باش انها تسكت، بقينا غاديين معاها بحال هكا شادين ليها الخاطر وكنا صابرين. وديك الحمله ديالها ما عرفناش اصلا كيفاش دازت ليها، دخلت لشهرها علما انها ما كانتش كتقص في الدار غير اذا مشات ماما كتصلي. اختي راه هزات الجلابه ديالها لبستها وهبطات في الدروج بالجره كتكعط. حتى لواحد النهار بالصدفه كنت كندوي مع واحد صاحبتي في الزنقه وقالت لي راه شفت اختك ما عرفتش شنو داكشي فيها من اللور بحال الماء. قلت ليها شنو؟ قالت لي راه بحال ما كان في جلابتها. قلت لها ويلي راه يمكن طرقات ليها السقيه. مشيت كنجري عند ماما قلتها ليها وخرجنا تنقلبوا عليها ولقيناها. جابت لها ماما لومبولونس ودينا هذيك الساعه للسبيطار. 3 ايام وهما شادينها، يومين الاولى بقات غير مشدوده، النهار الثالث فاش غادي يولدوها بالفتيح. ويا على واحد الوليد اللي ولدت تبارك الله وعلى من زيناته. انا ديك الليله ما نعش، بقيت كنتسنى انهم يردوا علينا حتى قالوا لنا بلي انا ولدت وليد غزال ما شاء الله. الطبيب منين شافها بحال هكاك هضر مع جمعيه نتاع الاطفال المتخلي عنهم ولا ما عرفش شنو. المهم حيت دينا للسبيطار نتاع الدوله وكان عند بالهم بلي انه خسي سنه راه غير حمقه وداك الولد راه غادي تنوض تلحو ولا تقتلو ولا تحطو في شي قنت، فما بغاوش يعطوه لينا. حتى دخلت ماما وعيطوا للجمعيات واش هاد الولد غادي تربيه انت زعما ماما على اساس بلي انا راه ولدك؟ اه راه هذا ولدي وما عندكمش اصلا الحق انكم تشدوه، وبنتي راه مريضه غير غادي تولي تاخذ الدواء ديالها وغادي تكون بخير. من بعد بزاف ديال الاجراءات والمحاولات عاد غادي يعطونا الدري، غادي نتكفل به انا وماما من حليب وليكوش وحوايج. انا اللي كنت كنقابلو النهار كامل وماما كانت كتخرج تخدم. اختي ما كانتش كتشدو نهائيا وما واعياش به بحال شي كره كانت عندها في كرشها وقلعتها، ما مستوعباش شنو عندها، ما كانت كتشدو ولا حنينه فيه ولا حتى شي حاجه، كنا كنخافوا انها شي نهار تنوض تقتلو. انا شخصيا غادي نتعلق به بزاف، وماما كانت ديما كتخاصم عليا باش انا نخليه لختي سناء حيتاش هي اللي امو، هي اللي خصها تشدو وهو خصو يشم ريحتها، ولكن غير كنحطو لها في يديها كيبدا كيغوت وما تيبغيهاش. غير انا تناخذو وكنشدو عندي كيسكت، ولفني ولف ريحتي وكنت كنعس حدايا وغير كنسمعو بلي القال واع تنوض كنفيق تنردعو وكنبدل ليه وكنبقى حاضناه. الحمد لله دازت عامين واختي برات وعمرها ما قطعت الدواء، وفين ما مشات تدير كونترول مع الطبيب كان تيقص ليها لا دوز ديال الدواء ديالها. اختي سناء من النوع اللي هو غامض وما كتبغيش انها تبوح وكتخاف، هي حاليا بخير الحمد لله بالدواء ديالها ولله الحمد.
انا ساليت قرايتي، ما قلت لكمش حكايتي لانه ما كتهمش حكايتي، كانت مع اختي. ساليت قرايتي وتزوج وهاجرت خارج البلاد، وهي هنا بدات كتحضن ولدها وتعلقات به. خليت لي هذاك الفراغ اللي كنت معمره لولدها وتفرغت ليه، وبدات كتحس بلي انها عندها واحد الحس ديال المسؤوليه تجاه ولدها. الناس كيتعاونوا معاها وكيعطوها فلوس حيتاش الدرب كله عارف القصه ديالها. كتمشي للجمعيات وكتجيب لولدها الحوايج. لدابا ما تكلمش لكم على الاب ولا السيد اللي حملات منه اختي. هاد العام غادي نتواصل معاه، وقلت ليه بلي انا عرفتك كنتي مع اختي، وصيفط ليه التصاور نتاع ولده، وقلت ليه راه هذا ولدك، واختي فاش كانت معاك راه كانت مريضه، وها شنو درتي ليها. وانا كنت كنشوف بلي انك كتواصل معاها، وكنت كنسمع حتى الاوديوهات ديالك معاها. غادي يقول لي هذيك اختك راه غير هبيله وبغات تلصق فيا وما خلى ما داز عليها وما عرفت شنو. هضر بواحد الاسلوب اللي ما بقيتش اصلا قادره انني نوض نجاوبه، واذا جاوبته غادي نوصل معاه لشي حوايج اللي هما بزاف. هو اصلا مولف بالحبس، ف اشنو قضى ليه اذا دخلناه للحبس من جديد؟ فخليناه منه الله. فطلبت منه غير لادين غير باش انه الدري يدير الوريقات ديالو. رفض وقال لنا اذا بغيتي ندير معكم لادين وطلع ماشي ولدي باش شنو غادي تعوضوني؟ غادي تعطوني الفلوس. لقيناه بلي انه طمع وهذاك ولده. سبحان الله، غير هو محطوط مسطوط كيشبه ليه. اختي سمرة واللي ولد بلق بحال باه، ولكن ما بغاش يعترف به، وحتى حنا ما كيشرفناش حاليا باش انه يكون ليه اب ويعترف به، حيتاش داك الولد اليوم كيترعرع وغادي يكبر وسط محيط اللي هو نقي وزوين، سواء ماديا ولا حتى معنويا. حيتاش اختي حاليا الحمد لله مقابله ولدها وشاده وحالتها جد مستقره. ماما وخوتي معاونين معاه على الزمان، والوليد اليوم تيقول خوتي غير بابا. هذه شهرين غادي تمرض بزاف يا اختي، وطلعت لها السخانه، والحمد لله كانت سبب باش انها تخليها تقطع القر وعزكم الله، وما بقاش اصلا كتحمل انها تهزو من بعد بزاف ديال المحاولات اللي درنا معاها وباءت بالفشل. فوق من هذا الشيء حنا كنا عارفين باللي انه كان عندها السحر، ولكن بعد ما درنا الحصص ديال الرقيه مؤخرا الراقي غادي يقول لنا باللي انه عندها سحر لمدفون قديم مع توكال، وداك الشيء عندها مجهد بزاف. هي اليوم الحمد لله بدات كتحسن، واخا المشكل الوحيد اللي بقى لها هو هذاك التوكال. ما بغاش يتحيد، واخا دارت حصص نتاع الاستفراغ ولكن اللي فيها مجهد بزاف. ما كرهتش فيكم صراحه اذا شي حد كيعرف شي راقي متمكن يقدر انه يعاوننا عليها باش انها تفك من هذا السحر وترجع لحياتها الطبيعيه، لانه هي ماشي من النوع اللي تقدر تعاون راسها براسها. اختي عندها العزيمه ولكن ضعيفه، واللي فيها قوي ما غاديش يخليها انها تداوم على صلاتها ولا اذكارها. الام ديالي اليوم هي اللي واقفه معاها وواقفه عليها باش انها تصلي وباش انها تواظب على الامور ديالها، واذا غابت عليها ما كدير اختي سناء والو. انا الهدف ديالي من هذه القصه اللي عاودت لكم هي منيت لو كان اختي اللي عاودت لكم هذه القصه، ولكن اختي حاليا في واحد الحاله يرثى لها، ما تقدرش لا تعاود القصه ديالها، ولا كاع غادي تعاود القصه ديالها غادي تتذكر الاحداث اللي وقعوا ليها وغتفكر الماضي ديالها، غتزيد النفسيه ديالها تمرض بزاف. وانا عشت مع اختي هذه المعاناه كامله تقريبا من 2013 اولا من 2014 حتى لدابا، وهي باقا مريضه 13 عام 14 عام ديال العذاب. انسان كياخذ دواء الاعصاب وكيعاني من السحر عنده، داك الشيء مجهد، راه شي حاجه ما سهلاش. اختي السبب ديالها كانت نيه وشخصيه ديالها ضعيفه. بنات خليو الشخصيه ديالكم قويه، ماشي الريح اللي جاي بديكم، ماشي اي بنت قالت لك يلا اولا ضغطات عليك صافي تمشي معاها ولا تبقي غدا معاها في الهوا ديالها. لا، شخصيتك خاصك انت تفرضي الوجود ديالك. الانسان اللي اذاك تبعدي منه، تحضري راسك، ما تاكليش مع اي واحد. الواحد الا ما كلاش من الماكله اللي جايب ليك اولا اللي حط لك ما تاكليش معاه. اختي كانت غير اللي جاب لها شي حاجه كتاكلها، دونك نتوما البنات ما ديروش نفس الغلط اللي دارت اختي. الحاجه الثانيه، هذوك الحفلات اولا دوك الليلات ديال القناوه خايبين بزاف، سواء في حفله عاديه اولا شي غير هذيك الزفه ديال القناوه هي في حد ذاتها لتحضير الجن، ولو تكون في حفله ولو تكون في بوا دوني ايا كان بالضبط، هذاك الايقاع لتحضير الجن، يعني هذا طقس من طقوس احضار الجن. كتخدمي لهم اولا كتشغلي لهم هاد الزفه ديال القناوه، هادشي اللي كيعجبهم. البنت كتنوض مثلا تحير غير هكاك غير بالضحك حتى كتصدق بصح مريضه. من الافضل البنات تجنبوا هذوك الليلات ديال القناوه حيت كيكونوا عامرين
بالشياطين او بمسمى الجن بسم الله الرحمن الرحيم. خاصه الانسان الا ما كانش كيصلي او لما كانش كيقول الاذكار كيمشي كيتأذى، ما كيتأذىش مباشرة، كيتأذى مع الوقت، كتولي أموره معكسة، كيولي يحلم أحلام سيئة، كيولي معرض للجن العاشق، إلى غير دخل الحمام وما سماش الله كيقدر يتأذى. مهم بزاف ديال الحوايج. بغيت نوصل الرسالة أنهم يردوا بالهم من هاد الحوايج اللي قلت لكم دابا. دائما فاش ما كنلقاوش هذاك الحب والحنان في حيت بابا مات الله يرحمه، دونك اختي بحال فقدات هذاك الحب اللي كان عطيها بابا، فحتى اخوتي كان صراحه كانوا شويه صعاب في هذيك الوقيته، بغاو يلعبوا دور الاب لكن ما عرفوش. زاد الضغط فوق ضغط، فكان اختي الضغط عليها من اخوتي والضغط عليها من هذاك الانسان اللي تعرفت عليه، فالبنت انفجرت ومرضات. انا ما كنقولش خوتي اللي ضروها، لا، خوتي وقفوا معها رغم انهم بصح ما عرفوش كيفاش يزيروها، اولا الزيار بهذيك الطريقه ماشي زيار، يعني كتبغي تحكم اختك بواحد الطريقه اللي غير صحيحه فغلط. البنت ما كتحضرش ولا بغات دير شي حاجه غادي ديرها. تم اللي فقدت داك الحب ديال بابا مشات قلبت عليه عند الشخص الغلط، وللاسف هذاك الشخص الغلط أداها بزاف، وماشي بعيد يكون هو اللي دير لها هذاك السحر المدفون، رغم أنها هي كتقول أنها كانت كتشوف عنده الحجابات بزاف ديال السحر في حوايجها في ساكا كانت كتلقاهم، لكن الثقة ما كيناش، الصحابات ما فيهمش ثقة أبدا. مهما الإنسان كان زوين معاك غادي يجي واحد الوقت وغادي يقلب عليك وجهه، الا ما اداكش غيقلب عليك وجهه غيتكبر عليك او ما غيبقاش يعاملك مزيان. ماشي بالضروره انه ياديك، ولكن كيبان المعدن ديال الانسان مع الوقت. فهذه هي نصيحتي للبنات. الحاجه الاخيره اللي غادي نقول، عافاكم اختي حاليا مرضات، مرضات مرضه خايبه، عندها تسمم في الدم، حاليا هي كتاخذ العلاج. ما كرهتش الا كتعرفوا شي راقي كيساعد بحال هاد الحالات يكون متمكن، لذكر المدينه مدينه اكادير، شي راقي يكون متمكن اللي يعاون اختي انه داك السحر يتبطل ويتابع معها الحصص. وكنتمنى من الناس اللي غادي يسمعوا هاد القصه يدعيوا مع اختي بالشفاء العاجل، بالشفاء العاجل. وكنركز على ماما، ماما واحد الانسان اللي عظيمه بزاف، يعني من نهار مات بابا وهي فيها الراجل وفيها المراه، خرجت خدمات ودمرات ودارت بزاف ديال الحوايج، دارت بزاف ديال الحوايج غير باش نكونوا حنا بخير وعلى خير، لكن شاءت الظروف واختي مرضات، ورغم ذلك حضنات بنتها، ما تخلاتش على بنتها، ما رماتهاش للزنقة، تعذبات معاها، كتخرج في الليالي تقلب عليها، بزاف ديال الحوايج. وحق الله الدور ديال ماما كان مهم. ماما ان شاء الله ربي غادي يرزقها بالجنة، انا متأكدة. ماما انسانة عظيمة، ماما انسانة عظيمة، كنقولها وكنعاودها. فكنتمنى حتى من الامهات اللي سمعوا القصة ديال اختي يركزوا على داكشي اللي دارته ماما، وياخذوا العبره ويحنوا في بناتهم، وما يطلقوش بناتهم للزنقه، ويوقفوا مع بناتهم بزاف. الام اللي كتكون البنت ديالها مريضه وكتكون رفيقه لها في الحياه، ربي كيجازيها وكتكون رفيقه لها في الجنه. هذه حكايتي، وهذه هي كانت حكايه سناء يا ساده الكرام. اذا سمعتوا هذه الحكايه ما تنسوش انكم تخليوا دعاء انكم تدعوا مع سناء وتخليوا كلام جميل لها وللام ديالها. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ربما. سلام سلام.